مرحبا واهلا وسهلا فيكم اصدقائي الحلوين، معكم انا الان سنور جبران. اليوم درسنا مميز وبعنوان تك في شيفت سايلر، الاعداد الفرديه والاعداد الزوجيه. تك يعني فردي، شيفت يعني زوجي، فبالتالي نحن درسنا الاعداد الزوجيه والفرديه. شو هن الاعداد الزوجيه وشو هن الاعداد الفرديه؟ تعالوا نشوف مع بعضنا من خلال هذا المثال الجميل يلي عن الكرز. Örnek yeni misal. Aşağıdaki gruplarda biraz sayılarının tek mi çift mi olduklarına bakalım. تعالوا نشوف هل أعداد الكرز فردية أم زوجية. خلينا نشوف. عندي حبة كرز وحدة لحالها ما عندها أخت، فبالتالي هي بير. بير كراز، فبالتالي هي تك. تك يعني لحالها، فرد، فرد واحد يعني فردية. في عندي واحد ضال لحاله، فبالتالي هي فردية يعني تك. طيب أنا عندي كرستين مع بعضهم، يعني تنتين سوا. التنتين سوا مع بعضهم يعني تشيفت. تعالوا نشوف ثلاثة. الثلاثة في عندي اثنين ملزوقين ببعض وواحد ضال لحاله، إذا أنا عديتهم فمجموعهم ثلاثة يعني 3. 3 يعني ثلاثة، ولكن في عندي اثنين مع بعضهم وواحد واقف لحاله. ما دام أنا عندي واحد واقف لحاله، يعني عندي حبة كرز ضالة لحالها على جنب، فبالتالي هي تك. ليش؟ لأنه في حدا ضال لحاله، إن كان حبة كرز أو إن كان أي شيء تاني. إذا ما كانوا كل اثنين واقفين مع بعضهم وما ضال حدا واقف لحاله، فبده يكون شيفت. إذا كان في حدا واقف لحاله رح يكون تك. مثلا مثل الرقم ديرت. تعالوا نشوف الديرت. عندي ديرت تاني كراز، عندي أربع كرزات، كل اثنين من هدول الكرزات بيقدروا يعملوا مجموعة مع بعضهم ويكونوا زوج مع بعضهم. منلاحظ في عنا شي كرزة ضالة لحالها ما عندها رفيقة؟ لا، فبالتالي هي شيفت، هي زوجي. كل كرزة منهم ملاقي رفيقتها، لهيك ما ضال الحدا قاعد لحاله، فهي تشيفت، هي زوجي. طيب تعالوا نشوف البيش. البيش عندي اكي دورت بيش، عندي اثنين ملاقيين بعضهم وصايرين رفقة، واثنين هون كمان ملاقيين بعضهم صايرين رفقة. عندي هاي لحالة واقفة، فبالتالي هي تيك. قلت عندي ثلاث مجموعات من الرفقة، فهي تشيفت اللي هي ألت. يدي نفسها، ولكن في عندي حدا واقف لحاله، فبالتالي هي تك اللي هي يدي. بالسكيز إجا حدا صار رفيق معاهم، فبالتالي كلهم صاروا عندهم رفقة، فهي تشيفت، ما حدا ضل لحاله. لأنه دوكوز عندي واحد ضل لحاله، فبالتالي هي تك. هدول الأرقام ما بين تيك وتشيفت هدول شيء ثابت تماما، يعني بير، اوج، بيش، يدي، دوكوس، دائما وأبدا بتكون هي تيك. وين ما اجت وكيف ما اجت دائما هي تيك. اكي دورت الت سكيز ومعاهم كمان رقم صفر، هدول دائما وابدا ايمت ما اجيناهم بيكونوا تشيفت رقم لار، دائما بكل الاماكن وبكل الحالات بيكونوا تشيفت رقم لار، يعني هي اعداد زوجيه. فمن هون بتيجي عنا القاعده اللي عم تقلي انه تيك رقم لار هن بير، اوتش، بيش، يدي، دوكوس دائما، وتشيفت رقم لار الاعداد الزوجيه هي 0 2 4 6 سكيز. هدول السطرين لازم تحفظوهم كتير منيح، لأنه هدول سطرين ضروريات جدا جدا جدا، ورح نعتمد عليهم بحل الأسئلة اللي جاية. دائما لازم تضلوا متذكرين شو هن مجموعة الأرقام اللي هن تك فرديات، شو مجموعة الأرقام اللي هن شيفت زوجيات. هدول السطرين لازم تحفظوهم. عندي هون ملاحظة عم تقلي كرش مصن كفمص، خلي عقلكم ما يتخربط.
Birler basamağına bakınız. Tek midir, çift midir? Oradan anlarsınız. عن شو عم يحكولي؟ عم يحكولي إنه أنا إذا عندي رقم كبير ما أنا مكون بس من رقم واحد مثل هدول، كيف بدي أعرف هذا الرقم هل هو تيك صي ولا تشيفت صي؟ أنا مباشرة مشان ما أتخربط بطلع على البير لاربصماء. وين كانت البير لاربصماء؟ أول مرتبة من جهة اليمين، أول مرتبة من هون، طلع عليها وبتشوفها هل هي من مجموعة التيك رقم لار؟ إذا كانت فعلاً هي مجموعة التيك رقم لار مثل ما شايفين هون في عندي الأوتش وهون أوتش، فهو هي مجموعة التيك رقم لار، فهو هذا تيك صي. طيب مثلاً عندي أنا أكيوز يت مش ألطة وبطلع على البير لار بصمها عندي إياها ألطة، بروح بدور عليها هي بأين مجموعة تشيفت ما تيك ما تشيفت، عندي الرقم ألطة موجود بتشيفت رقم لار، فبالتالي هي تشيفت صي. بهاي البساطة فقط أنا القاعدة عندي أي رقم قد ما كان كبير أو قد ما كان صغير مشان أعرف هو بينتمي للتيك سايلار أو للتشيف سايلار، دائما بطلع على البيرلار بصماء وبشوفه البيرلار بصماء تابع لأي مجموعة وبحدد هذا الرقم هل هو تيك ما تشيفت ما. طيب يا بلم تعالوا لنشوف الأسئلة ونحلها مع بعض. Yandaki saatte bulunan çift sayıları kırmızı kalemle yuvarlarak yuvarlak içine alalım. عندي بدي أنا بدي أشوف بس الأرقام الزوجية çift rakamlar. بدي أحط عليها دائرة لون أحمر. شو كانت؟ هدول هن مجموعة الأعداد الزوجية. فبالتالي رح أجي هون شوف الأعداد الزوجية هي إكي هون إكي إكي دورت ألت يدي أون هون إكي. لاحظتوا معي إنه هن أنا بعد رقم زوجي رقم فردي، يعني رقم تشيفت رقم تيك، رقم تشيفت رقم تيك. لاحظتوا معي؟ هاي بالنسبة للرقم للسؤال الأول. تعالوا نعمل مع بعضنا السؤال الثاني. Aşağıdaki sayılar tek olanları pembe, çift olanları yeşil. Yani اللي هن أعداد فردية رح نلونهم بالزهري، واللي هن أعداد زوجية رح نلونهم بالأخضر. طيب أول شيء خلينا نحن نحدد بس اللي هن أعداد تيك ونشوفهم نحكيهم حكي بدون ما نلون. أنتوا لازم تلونوا. يرمي بيش، قلنا أول شيء شو الخطوة الأولى؟ لازم طلع أنا على البيرلار بصمة اللي هي البيش. البيش تابع لأي مجموعة؟ هل مجموعة التيك أو لمجموعة التشيفت؟ البيش موجودة بمجموعة التيك، فبالتالي أنا اليرمي بيش لازم لونها بالبيمبي. طيب يت مش سيكيز، طلع على البيرلار بصمة. عندي البيرلار بصمة هي سيكيز. السيكيز هل هي تكون بمجموعة تشيفت ما تيك ما؟ سيكيز إنه شوي بسؤال قبله كانت بتشيفت، فبالتالي لازم اليت مش سيكيز لونها بالأخضر يعني يشيل. يرمي الصفر كمان من مجموعة تشيفت. كرك يده يده من مجموعة التيك. اللي إكي إكي من مجموعة تشيفت. وطوز ألت تشيفت. كرك أوتش تيك. 64 تشيفت. 91 تيك. 19 تيك. عيدوهم مرة تانية ولونوهم بالألوان المناسبة. وتعالوا ننتقل مع بعضنا بعدها للفقرة الثانية اللي هي تيك بي تشيفت سايلرن توبلاندر. نتعلم نجمع الأعداد الزوجية والفردية. عندي أنا ثلاث قواعد بسيطة إذا حفظناهم رح نتعلم تماما شو هن طريقة جمع الأعداد الزوجية والأعداد الفردية. عندي أول شيء عندي مثال عم بيقول لي أشادكي موديلي لجستري لان توبلما إشلم لريني إنجليلم. تعالوا نشوف طريقة الجمع اللي حاطي لي إياها. أول شيء عندي دورت أرت أوتش. الدورت برأيكم كانت تيك ما تشيفت ما؟
كانت شيفت. دورت هي شيفت أرت زائد أوتش، الأوتش كانت تك. فبالتالي لما أنا يكون عم بجمع عددين مختلفين، يعني واحد تك واحد شيفت، عم بجمعهم مع بعضهم، فالجواب دائما وأبدا رح يكون تك. وأكبر دليل عندي أنه دورت أرت أوتش يشتر يد، اليد هو تك. هاي القاعدة الأولى. القاعدة الأولى بتقلي أنه أنا لما بجمع عددين مختلفين واحد شيفت واحد تك، رح يكون الجواب دائما وأبدا عندي هو جواب تك، يعني الرقم رح يكون تك. مثال تاني على نفس القاعدة اللي هي أوتش اللي هو تك أرت ألت اللي هو شيفت يشتر دوكوز. بلا يكون أوتش كانت تك والألت شيفت، قديش طلع معي دوكوز؟ دوكوز كمان تك. هذا دليل على انه هاي القاعدة ثابتة عندي، يلي هي عم تقلي تك ساي إلى شيفت ساينن توطمة تكتر. هاي اول قاعدة، مجموع عدد واحد منهم فردي والثاني زوجي، رح يكون الجواب عندي فردي دائما. القاعدة الثانية، لما يكون عندي العددين من فئة الاعداد الشيفت، يعني من فئة الأعداد الزوجية، مثلا دورت أرت إكي، مثل ما شايفة أنه دورت هو شيفت صح؟ لأنه ينتمي إلى مجموعة الأعداد الزوجية، والإكي كمان شيفت. طيب دورت أرت إكي رح يكون عندي ألت، فبالتالي شيفت أرت شيفت صار عندي شيفت. من هون بنستنتج القاعدة الثانية اللي بتقلي إكي شيفت ساينن تطلما شيفتر. لما يكون عندي رقمين شيفت، أنا رح أجمعهم مع بعضهم دائما وأبدا الجواب عندي رح يكون رقم يعتبر من مجموعة الشيفت من الأعداد الزوجية. القاعدة الثالثة بتقلي إنه إذا عندي رقمين تيك، رقمين فرديين، مثل المثال اللي قدامي، مثل بيش أرت أوتش يشتر سيكيز، رقمين تيك، فالجواب كمان دائما شيفت. يعني اذا كان شيفت ارت شيفت رح يطلع عندي جواب شيفت، اذا كان عندي تيك ارت تيك رح يطلع جواب عندي شيفت. فالقاعدة الثالثة اللي اكي تيك ساين ان توطنما شيفتر دائما. طبعا نعيد القواعد الثلاثة مع بعضنا مرة تانية. القاعدة الاولى بتقلي اذا كان عندي عددين مختلفين واحد تيك وواحد شيفت، جمعتهم مع بعضهم رح يطلع الجواب دائما معي تك. بالحالة الثانية إذا كان عندي رقمين اثنيناتهم شيفت رح يطلع الجواب عندي إذا جمعتهم شيفت. وبالحالة الثالثة إذا كان عندي رقمين تك وجمعتهم مع بعضهم رح يطلع الجواب عندي شيفت. فيعني باختصار أكثر، لما أجمع عددين مختلفين واحد تك واحد شيفت رح يطلع عندي جواب تك. وإذا كنت جامعة عددين من نفس الفئة، يعني اثنين شيفت او اثنين تيك، رح يطلع الجواب دائما وابدا عندي يا شيفت. تعالوا ننتقل للاسئله مباشره ونشوف قسم يبلم. خلينا نشوف مع بعضنا هدول الاسئله اللي لوناهم هلا. يلي عم بيقولوا لي الشاتك اشلم لري يا براك سونوش لري كوتويا يا ظلم كوتونون içindeki sayı tek ise kırmızı. اذا كان الرقم يلي نتيجه الحل رح يكون تيك، فبدنا نحطه ونكتبه باللون الأحمر. إذا كان شيفت رح نكتبه باللون الأزرق. أول رقم عندي 62 أرت أون أوتش، برأيكم 62 هل هو تيك من شيفت ما؟ وين منطلع؟ منطلع على أول رقم على البيرلار بصمة كي إكي من فئة شيفت أرت أون أوتش. أون أوتش الأوتش هو تيك. كانت عندي القاعدة إذا كان رقم شيفت أرت رقم تك رح يكون جواب عندي تك دائما، فبالتالي 62 أرت أون أوتش يشتر 75 وهو فعلا تك، فأصبح لازم أكتبه باللون الكرمزي. هيك بنكون شفناهم كل اللي مكتوبين باللون الأحمر هن تك ساينار. مثلا عندي 25 أرت أون دور عدد تك أرت شيفت يشتر تك. هون كمان عندي 68 أرت 5 شيفت سيء
artı tek sayı eşittir 73 tek sayı. Ama tercihin neleri maktubin bil ezra. 19 artı 17 tek artı tek eşittir çift. Tek artı tek eşittir çift. 45 artı 25 eşittir 70. Adol tek artı tek eşittir çift. Hun çift artı çift eşittir çift. Ninten mübaşareten de sual taniye liyami illi. Aşağıdaki toplam işlemler yapalım. İşlem sonuçlarının tek mi çift mi olduğunu olarak örnekteki gibi yazalım. L'örnek andiye huve 25 artı 37 eşittir 62. Tabitali andiliyet 25 di tek 37 tek cevap 62 çift. Nasıl tarih edilken anlıkkiye hon rahan tabbağa kitabı. T yani tek, Ç yani çift. هون أنا لازم أول شيء طالع نتيجة عمليات الجمع وحدد هل هي تك ما تشيفت ما. جربوا حلوها، وقفوا الفيديو جربوا حلوها، وبس تخلصوا حل رجعوا شغلوا الفيديو مشان نتأكد تتأكدوا من حلكم بما أنا حلوها كمان. رجعنا لنشوف حل آخر سؤال معنا اليوم اللي هو كرك بير أرتي يرمى الكرك هي تك يرمي تشيفت. القاعدة كانت بتقلي take art shift دائما رح يكون عندي take 61 take سايدر بعدين عندي 52 art 23 اشتر 75 52 shift 23 take الجواب دائما رح يكون take لأنه مختلفين مثل ما شفنا هون 34 art 62 اشتر 96 çift artı çift eşittir çifttir. La hon bir konu خلص درسنا لليوم. Bana tkunu fımtu kilşi. Ma selami. Bye bye.